إخواننا لغة كل مسلم، كل مسلم هي اللغة العربية. هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة، ويفتخر البعض خاصة يعني خاصة عندنا بغير حاجة، هذا غير محتاج أن يتكلم معي باللغة الإنجليزية. لماذا يقول لي good morning؟ لماذا؟ لماذا يقول oh my god؟ لماذا يقول thank you مثلا؟ أوكي، إيش أوكي؟ فهذا اللي يتكلم معك، قل يا أخي أنا مسلم، أنا لغتي اللغة العربية، عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية، لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية. لماذا أتكلم؟ الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول جاءنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم، أنشئوا المدارس، ندفع لكم أموال، نبني لكم بنايات، درسوا العقيدة، درسوا القرآن، درسوا كل شيء بشرط واحد، تتعلم اللغة الفرنسية. يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر. كافر؟ استغرب أنت الشيخ حماد، قال أنا طالب، وهذا فتوى من؟ العلماء. ما استطعت أن أصنع شيء، هاجرت، كان كل الخير في طاعتي للعلماء في غير معصية الله. كيف كفر؟ كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر. فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية، تتأثر. الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات، يا سلام يا حبيبي، قال اقرأ الروايات، رواية مدري مين الملحد، ورواية الكافر، وفيها أعوذ بالله. ماذا نستفيد من الروايات؟ طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنة كفاية؟